يعني مو سهل انه تجي تشوف الأسطورة أحمد راضي رحمة الله عليه طبعاً. شوف ليث حسين، شوف إبراهيم عبد نادر، شوف هاي الكوكبة والقامات اللي مثلت المنتخبات الوطنية خير تمثيل، أنت تجي تلعب وياهم ويعني تعلمت الكثير من الأسطورة أحمد راضي الله يرحمه، من كريم صدام عميد الهدافين. طيب الذكر بما أنه أنت مهاجم وكريم صدام مهاجم وأحمد راضي مهاجم، وائلي ذكريات. يعني أنا المرحوم أحمد راضي تعلمت من عنده هواي أمور، تعلمت يعني شنو اللي تريد تقول عن أحمد راضي؟ يعني إنسان ورقة بيضة، إنسان ما يبخل بكلمة، أدى رسالة بكل تواضع، بكل حذافيرها أداها بالملعب وخارج الملعب. هذا اللي خلى الناس تحبه ولحد الآن تتغنى به. أحمد راضي اسم كبير، أسطورة رحمة الله عليه. أخذ استحقاقه هذا الأسطورة اللي هسه أنت تتغنى به؟ لا ما أخذ استحقاقه. انظلم يعني. انظلم مو بس يعني على مستوى نادي الزوراء، انظلم حتى على كثير من القريبين يعني الرياضيين، حتى السياسيين انظلم من عندهم. يعني كان عنده مشروع كبير إنه يريد يعمل به للبلد، يطور الرياضة بالبلد، فكانت الأبواب مقفلة أمامه. بعد ما رحل عن الدنيا الله يرحمه برحمته الواسعة كلها فتحت الأبواب إنه نكمل المسيرة ونكمل. بعد من كان بالحياة وين كنتوا عنه يعني.